حاضرين حاضرين لجيش البر. مرحبا بكم بالمدرسة. المدرسة التقنية لجيش البر هي مؤسسة تكوينية عسكرية تابعة لجيش البر، مهمتها إلى جانب الدفاع عن حرمة الوطن وسيادته ككل الوحدات العسكرية، مكلفة بتأهيل وتكوين كافة العسكريين من كافة الأصناف من ضباط وضباط صف ورجال الجيش في اختصاصات الإدارة والذخيرة والأسلحة والمعدات الدارجة والوقود لفايدة جيش البر ولكافة هياكل وزارة الدفاع الوطني، وعند الاقتضاء لفايدة الهياكل والمؤسسات الوطنية والدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون وبمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة الدفاع الوطني في الغرض. وإضافة لذلك المشاركة في الأنشطة والمهام ذات الطابع العام بأمر من القيادة كحفظ النظام وعملية نجدة وحماية المواطنين أثناء الكوارث الطبيعية والجوائح وتأمين المواعيد الوطنية.